أني شخصية من شخصيات المسلسل؟ شوية هبة وشوية اللي هي رحمة حسن. اشمعنى؟ عشان يعني بالنسبة لرحمة حسن هي شخصية مستقلة ويعني بتحب ان هي تشتغل وتكون نفسها وكده، و يعني عجباني شخصيتها بصراحة. طب مين اكتر شخصية من شخصيات المسلسل شايفة ان هي شبهك او نفسك تكوني زيها؟ هبة. اشمعنى؟ معرفش، وانا زيها كل حاجة حتى في البيت يعني. اللي هي يعني يعني لازم كله مختلف معايا، فاهمة؟ فانا عندي اختلافات بقى. طب في الفترة الاخيرة مع تحول احداث المسلسل بقت في ناس بقت تواجهها ان هي بقت متحررة اكتر، وان هي اللي هي لما بتروح تقعد مع شريف في الشقة وكده، فانت رايك في الحاجات دي ايه؟ ولا لا مش عارفة. تبع المسلسل؟ لا متابعاه بس كده يعني. يعني شايفه ان الهجوم ده لا، هبه شخصيه كويسه وشايفه ان هي عاديه موجوده. عادي. في ناس شايفه ان هي اوفر مثلا، مش موجوده في المجتمع. لا لا موجوده كتير. بتتابع مسلسل سبع جد؟ طيب مين اكتر شخصيه عجباكي او شايفه ان هي شبهك؟ مواصفات شبهك؟ مش شبهي قوي يعني، بس هي اللي عجباني هبه. تمام. بس ليه بقى؟ ليه او ليه عجبك؟ لا عادي يعني، دماغها عجباني، هي بتدور على حاجه تلاقي نفسها فيها، مش عايزه تبقى تقليديه. عايز تكسر القاعده يعني. طب في مع من نهايه المسلسل بقت في ناس الاحداث بتهاجمها ان هي بتروح تقعد مع تشرب بيره شويه، ان هي تقعد مع شريف في شقتهم لوحدهم. شايفه ان بقى الحوار ده بقى عادي يعني؟ يعني موجود في المجتمع؟ اه مش كتير بس في ناس كده. يعني رغم كل الهجوم انت برضه عجبتني شخصيتك. طب مين اكتر شخصيه لا انت مش حباها؟ بنت خالتها وجوز بنت خالتها. فرجعنا مسلسل سبع جار. طبعا. طيب شخصيات المسلسل شايفه مين اكتر شخصيه شبهك شويه؟ هيبة. اشمعنى؟ مجنونه كده. بس والله لا يعني مش مركزه مثلا في مين بيقول كذا، مين عمل كذا، ما فاكس قوي ان انت تركزي الناس قالت ايه وعملت ايه، دي احسن حاجه يعني. حياتها مثلا، شغلها، حياتها في البيت مع صحابها، دي كده شايفه ان انت كده يعني kind of. بس طيب مع نهايه المسلسل الاحداث بتمشي، في ناس بقت تهاجمها شويه شخصيه هبه ان هي متحرره اكتر، بالذات لما زوج شخصيه شريف وبقيتين صحاب ما قعدوا في البيت مع بعض. يعني هو مش كل حاجه المفروض تعمل كده يعني. لا مش صح يعني. فرجعنا مسلسل سبع جار. مين اكتر شخصيه من شخصيات المسلسل تحسيها شبهك او شبه حد من الهجوم؟ يعني دلال عزيز شبه ماما شويه. من حيث ايه؟ يعني طيبه، لما العيله. بس شايفه ان هي عرفت تجسد الشخصيه الطريقه ان هي تبقى توصل تبقى شبه امهاتنا بالظبط. وهي وشيرين بصراحه. مين اكتر واحده فيهم شايفه نجحت في الدور ده؟ الام. لا الاثنين. شيرين برضك بخوفها على اولادها. يعني شيرين طيب كزوجه بقت شبه الزوجات المصريه؟ لا يعني بتقبل بحاجات يعني مرفوضه عشان بتحب جوزها بس. بس مين طيب اكتر شخصيه من شخصيات المسلسل يعني انت رافضاها او شايف حاسه ان هي مش موجوده؟ جوز بنت شيرين. كويس. صعب. وبنتها برضو يعني برضو.